الحر والرطوبه والكلام ده كله. فعشان كده احنا دايما لما بنيجي نقول، عشان برضه الناس بتقول لي ساعات انت ايه بتقول مبررات، احنا ما بنقولش يا جماعه والله مبررات اطلاقا، بالعكس انتوا شايفين كل واحد بيقول اللي هو شايفه من وجهه نظره اطلاقا، ما حدش بيتدخل في اي حاجه. اسلام لو في مبررات كان الجدول اللي اتبعت اتحاد الكوره بعته كان اتقال اول حاجه مبروك. وانت شايف شهر اتنين عندك كم المباريات دي، يعني النهارده النادي الاهلي لو شاف كان ممكن يقول لك لا انا مش موافق، لا الناس ارتضت عشان الدنيا تمشي. صحيح. والنهارده راح قال لك موافقين، وافقوا ان تلعب كم المباريات شهر اتنين دي. انما طب النهارده من 8-1 لو خد بالك بعد كده اللهجة. وصلت ل 30-1 عشان يعترضوا على البتاع على المباراه. خلي بالك اللهجه الاول النادي الاهلي هو اللي يعترض. خلي بالك اللهجه كمان بتاعت الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيقول ايه؟ بيقول لك احنا ما بنبررش وما بنعترضش، ده خلاص اصبح امر واقع، احنا لو كنا عايزين نبرر او نعترض اعترضنا من الاول. صح. هو ده الكلام اللي احنا دايما بنتكلم فيه. بص يا كابتن اسلام، انت لو انت عايز ترجع بقى للمشكله دي من اولها واللي عمل النقطه دي كلها اتحاد الكوره. اتحاد الكوره طبعا اتحاد الكوره بيتعامل كانه هواه ليس محترفين. النهارده استاذ عامر حسين الحاج عامر حسين يوم 8-1 لما اصدر جدول المسابقه هو خده وراح بعته هو الانديه ولا اعتمد من اتحاد الكوره وطلع طبعا يقدر هو يطلعه لوحده؟ لا 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 طبعا. فالنهارده هم شافوا اللي حصل ده. صحيح. النهارده راح بعت الانديه النهارده بعد اسبوعين بيرد عليك. على فكره، على فكره يا جماعه مفيش مشكله، من حق كل نادي ان ينظر لمصلحه ناديه طبعا. على فكره يعني احنا لا نعترض على حد، ولكن احنا بنتكلم بس زي ما اسامه بيقول بالمنطق، توقيتات هي توقيتات. يا كابتن دكتور يا كابتن اسامه هي توقيتات. يعني عشان كده انا دلوقتي بعت يوم 6 هي المصالح اسلامها هتتعارض. يعني انا مصلحتي غير مصلحه اسامه غير مصلحه كذا كذا، بس انا بعت يا كابتن يوم 6. تمام. انا زي ما اسامه